الكوره ما فيهاش مستحيل، ولكن اهم حاجه الاراده عشان تقدر تعوض النتيجه الكبيره اللي حصلت هناك. الاراده مهم تكون قويه جدا، تركيز، انك دايما مصابر، تبقى عندك مثابره جوه الملعب، ده هيفرق كتير قوي مع لعيبه نادي الزمالك في المباراه اللي هتبقى هنا في القاهره ان شاء الله. طبعا مع الدعم الجماهيري بغض النظر عن النتيجه هناك، مهم جدا الدعم الجماهيري للعيبه وللجهاز الفني. يعني اتمنى طبعا ان شاء الله توفيق نادي الزمالك هنا، سواء بقى يعني الامور خرجت من ايدي، ولكن يؤدي بقى الشكل اللي احنا شفناه نادي الزمالك عشان يوصل للادوار النهائيه او للماتش النهائي يعني.